أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف اليوم، ونبدأ من أهم العناوين. العربي الجديد: تظاهرات الناصرية تمتد إلى العديد من المحافظات وتنديد دولي بإجراءات الحكومة القمعية. المدى: شكوك بتحقيق البودور وفصيل مسلح يهجر السكان لتوسيع تجارته في المناطق المحررة. القدس العربي: وزير سابق طهران تنوي نقل ممنوعاتها لسوريا عبر العراق. شفق نيوز: إيران تقترح على العراق إلغاء الفيزا. عربي 21: حركة حماس تعلن نتائج انتخاباتها الداخلية في قطاع غزة. اندبندنت: السوريون دفعوا ثمنا باهظا وليسوا نادمين على الثورة. الغارديان: السودان يجهض حلم السوريين الفارين من جحيم بلادهم. ننتقل من العناوين إلى المقالات، حيث وجدنا مقالا خاصا في صحيفة الميثاق الوطني عن الذكرى 6 لوفاة الشيخ حارث الضاري رحمه الله، كتبه الدكتور مثنى عبد الله، وجاء فيه: ترجل الشيخ حارث الضاري من 6 سنين ومن طوى، فبعض الراحلين يطويهم النسيان، لكن ما حمل هم وطن وأمة يبقى عصيا على مسافة قصيرة يراها النسيان. البعض بين الموقف واللا موقف، لكن حقائق التاريخ تقول أن هناك سنين ضوئية بين صورتين. ويأبى التاريخ إلا أن يشهد بأن الشيخ الجليل ما وهن يوما أمام نوائب الأيام والسنين العجاف، وما هادنا كي يرضي أحدا على حساب الحق. كان يعلم بأن النفوس أنواع بعضها بلا مصدات، وحين تهب عليها رياح الشرق تشرق، وإن هبت عليها رياح الغرب تغرب، فلا يقر لها قرار، وبعضها تولي هاربة تتخفى وتنسل من المواجهة دون وعي، تاركة الريح تقتحم حصون الوطن وتقتلع الشبابيك والأبواب. وفي خضم كل هذا الكابوس واضطراب النفوس والعقول، لم يدع الشيخ مجالاً لأحد كي يطرح سؤالاً ويمضي: ما العمل؟ كان المشهد أمامه واضحاً، لا يحتاج إلى تفكير وانتظار، فالموقف يحتاج إلى نموذج يملأ العقول ويهدي النفوس، كي لا يهرب الآخرون إلى مجاهل أصحاب النفوس الضعيفة ويستسلمون للريح القادمة من وراء البحار والحدود. كان يعلم أن قتل السكينة ومقولة الأمر الواقع والانحناء للريح حتى تمر والانتظار لرؤية المآل أكثر من قتل الحروب، فقرر أن يرفع راية الموقف البديل مكتوب عليها قيم الدين وتاريخ الأمة ومواقف الرجال في أيام المحن. وعلى الرغم من أن المهمة شاقة وتحصين النفوس حفر في الصخور وتأسيس مصدات الريح مقاومة للتيار وتثبيت الخيمة الوطنية في وجه العاصفة يمكن أن يكون انتحاراً، لكن الشيخ الجليل كان يعرف أنها مهمة تاريخية وحضارية كبرى تستحق الإصرار، فكان أن انطلقت كل السهام دفعة واحدة ومن كل حدب وصوب، لكنه آثر أن يبقى يضرب أوتاد خيمته في وجه الريح ويرفع سارية رايته في وسط كل ذلك الجحيم المتجه إليها. وأتبع الكاتب قائلاً: كان الشيخ الضاري مصراً على أن يكون موقفه خيمة من لا خيمة له، وملاذ كل مشرد وأمان كل خائف وخيار كل محتار، وأن تمتد رايته في كل زاوية من العراق وتحمي رؤوساً كثر دون تمييز. فلقد كان واثقاً من أن هذا الطريق هو الوحيد الذي يمنح موقفه حرية الحركة على امتداد الزمن الحاضر ويتلمس بثقة الطريق إلى المستقبل. وفي موقع راسام للدراسات كان هناك مقال للكاتب نظير الكندوري، كتب فيه: بعد انتهاء زيارة بابا الفاتيكان فرانسيس إلى العراق والتي امتدت لـ4 أيام،
ما يزال الإعلام يتداول سؤالا مهما من قبل أغلب وسائل الإعلام التي غطت الحدث، وهو هل استطاع البابا أن يحقق الأهداف التي جاء من أجلها إلى العراق؟ وللإجابة على هذا السؤال نجد من الضروري أن يتم تسليط الضوء على الأهداف المعلنة والخفية للزيارة. البابا يبدو أنه فشل فشلاً ذريعاً بكل الأهداف التي أعلنها كأسباب لزيارته، ولكنه نجح جزئياً في أهدافه الخفية. فمن جانب المسرحيين الذين جاء لإنصافهم وتوفير الحماية والطمأنينة لهم لغرض عودتهم، لا يبدو أنهم على استعداد للثقة برسائل الاطمئنان البابوية، وهم يرون أن لا شيء إيجابي سيحدث على الأرض في ظل وجود هذا النظام والميليشيات الإيرانية وتنظيم داعش الذي ما يزال ناشطاً في مناطقهم، كما أن التغيير الديمغرافي ضدهم ما زال مستمراً. وفي هذا الصدد أكد رئيس أساقفة مدينة أربيل ماتي وردة قائلاً من المؤكد أن زيارة البابا لن تساعد البلد كثيراً، مضيفاً أن المسيحيين في العراق يعيشون في ظل نظام سياسي واقتصادي فاسد، وأن البابا سيسمع كلمات جميلة، لكن عندما يتعلق الأمر بالحياة اليومية فالأمر سيكون مختلفاً عن هذه الكلمات. المسيحيون العراقيون لم يكونوا متفائلين بزيارة البابا بالقدر الذي تفاءلت به وسائل الإعلام المرافقة له، فهم لا يعتقدون أن مطالبات البابا من النظام العراقي بإنصاف المسيحيين ستسفر عن حل لمشاكلهم وإزاحة التهديدات عنهم. والسبب يعود إلى أن النظام نفسه والميليشيات المدعومة من قبله هي من قامت باضطهادهم، ولن يتغير شيء على الأرض مدام النظام الحالي قائماً. كما بيّن الكاتب أن البابا وفي سياق كلامه تحدث عن السلام ورسالة السلام للعراقيين، وطالب بحق رجوع النازحين والمهاجرين المسيحيين والأيزيديين واستعادة أراضيهم وممتلكاتهم من سالبيها، لكنه لم يتطرق إلى باقي النازحين والمهاجرين العراقيين من السنة الذين تفوق معاناتهم معاناة المسيحيين والأيزيديين بمراحل كثيرة. والبابا الذي أقام صلاته الإبراهيمية في زقورة أور بمحافظة ذيقار على بعد بضعة كيلومترات من ساحات التظاهر التي يقتل فيها الشباب بدم بارد على أيدي الميليشيات، لم يكبد نفسه عناء ذكرهم أو إبداء التعاطف المعنوي معهم. ومن موقع راسام انتقلنا إلى موقع الجزيرة نت، ووجدنا مقالاً آخراً يتحدث عن زيارة البابا كتبه أحمد الفقي، جاء فيه الدبلوماسية الروحية التي دائماً تستغل من صانع القرار السياسي الغربي أبشع الجرائم والتي ترتكب بحق الشعوب المسلمة، وجزء منها زيارة البابا التي جاءت بالكثير من الرسائل السياسية التي يمكن إدراكها، وأبرزها سحق منجزات ثورة تشرين التي طالبت بطرد وتنحية شركاء واشنطن في إدارة الملف العراقي من المرجعيات الدينية الشيعية الموالية لإيران بوصفها أكبر مسببات الفساد. وكذلك اختصر البابا العراق في توصيفاته الديمغرافية على أنها أغلبية شيعية وأقلية مسيحية، متجاهلاً الأغلبية السنية التي ما يزال مئات الآلاف من أبنائها في خيام النازحين. ولا يمكن الشك بأن تلك الزيارة جاءت أيضاً لدعم الخطاب السياسي الأمريكي الذي يتبناه الرئيس جو بايدن لترويض إيران واعتبارها جزءاً من هيكلة الأمن الإقليمي في منطقة الخليج. المتناقضات من السهل العثور عليها حينما يمارسها رجل دين مسيرته ملطخة بالفساد مثل البابا فرانشيسكو الذي يقود أكبر الكنائس المسيحية في العالم، وتعاني من داء المثلية والفساد المالي والإداري، لا سيما أن آخر قضاياها مست البابا شخصياً بعد أن طالبه عدد من الأساقفة بالإفصاح عن أكثر من ملياري دولار أسترالي تم تحويلها بصورة سرية إلى حسابات في أستراليا من أموال الكرسي الرسولي. حمامة السلام التي أطلقها البابا وهو يوزع ابتساماته أمام عدسات الكاميرات قابلتها مباركة البابا لزعيم ميليشيات بابليون المسيحية ريان الكلداني الذي يعمل تحت قيادة الحشد الشيعي الذي تديره إيران.
وقيام فرانشيسكو بإهداء الكلداني مسبحته الخاصة، رغم أن الكلداني مدرج ضمن قائمة العقوبات الأمريكية منذ 2017 لارتكابه جرائم ضد الإنسانية. لكن في هذا المقام لا نعلم من الأصدق بياناً، هل هي العقوبات الأمريكية أم المباركة البابوية؟ وحتى لا نستطرد كثيراً بتفصيل ما جاءت به الزيارة، فيجب أن نستعين بما تبحرت في شرحه الباحثة المصرية الدكتورة هبة جمال الدين لتوضيح طبيعة اللعبة الأيديولوجية قاتمة الألوان التي تعيشها المنطقة، ويمكن اختصارها بالإبراهيمية، وتوضيح ما وراء مثل هذه الزيارة وتبعاتها على المنطقة. فهذا المصطلح أصبح مظلة للكثير من ممارسات الدجل السياسي والديني. وأكمل الفقي مقاله: لذلك حينما بدأت ثورات الربيع العربي بدأت سلسلة خطوات عاجلة يمكن تتبعها في المنطقة لتغيير الخارطة السياسية انطلاقا من مفهوم تحدثت عنه مستشارة الأمن القومي الأمريكي السابقة غونداليزا رايز عقب احتلال العراق، وهو مفهوم الفوضى الخلاقة، ثم تبعه تمدد للنفوذ الإيراني في بلدان العالم الإسلامي بدعم وتوافق أمريكي وأوروبي منقطع النظير، أبرزه كان في أفغانستان والعراق وسوريا وحاليا اليمن. وكل ذلك في سياق تحدث عنه الكاتب المسيحي اللبناني في كتابه استهداف أهل السنة، ويؤكد وجود مخطط لاستئصال الحواضن المحيطة بإسرائيل والتي يمثل أهل السنة فيها كثافة سكانية عالية. وفي موقع شفق نيوز كان هناك مقالا وجدنا فيه: يبقى الفكر السياسي السلطوي على الدوام حبيس مصطلحات الاستهلاك المحلي كما تسميها الذاكرة الشعبية، لم ينتج يوما وهو المأزوم مفتاحا للحل، ويظل المتنفذون يدورون في دوامة الطرق الفاشلة والأطروحات التي عفى عليها الزمن حتى ليصحى عليهم مثل التاجر المفلس الذي يقلب دفاتر حساباته بين الحين والآخر، عسى أن يجد ما ينقذه من الدعوة للحوار مأزق الإفلاس الوطني وجدواها، كتب فيها جاسم الحلفي. لا جديد في أطروحة الحوار الوطني اليوم، فقد سبق طرحها من أطراف عدة، لكنها لم ترى النور بسبب الاقتصار في الطرح على الشكليات وعدم تجاوز تبويس اللحى في خطاب عاطفي لا يجسد صدقية الدوافع، وقد سئم العراقيون من تكراره. ولا يخرج الأمر في جوهره عن كونه إعادة لاصطفاف المتنفذين وترتيب أدوارهم ومراجعة تنظيم مصالحهم وترسيخ وجودهم وتثبيت مواقعهم في السلطة. والمتنفذون ليسوا بحاجة إلى لقاء وطني يجمع صفوفهم، فاجتماعاتهم متواصلة واتفاقاتهم قائمة، ومنهج المحاصصة هو ملتقاهم الدائم الذي يؤمن وحدتهم، وما من خلافات جوهرية تفرقهم. أما الخلافات التي تظهر بينهم بين الفينة والأخرى فهي ثانوية، تتراجع حال تقاسمهم المناصب، وتراهم يتوحدون فور شعورهم بتهديد لمواقعهم في السلطة. وهكذا كان إجماعهم على تشكيل هذه الحكومة التي ضمنت لكل طرف منهم حصته، ولم يتمكن رئيس الوزراء من تمرير وزير واحد دون موافقتهم. ونتذكر جيداً كيف لم يفلح في تمرير مرشحين لوزارة الثقافة لم ينالا موافقة المتنفذين. الحوار الوطني لا يردم فجوة عدم الثقة الهائلة التي تتسع كل يوم بين طغمة حكم استأثرت بالسلطة وبين ملايين الشبان المتطلعين إلى حياة كريمة، وخطاب الإخوانيات لا يعالج الهوة الكارثية بين أصحاب المليارات وبين من لا قوت في بيته. انتقلنا إلى صحيفة العرب الجديد، وكان هناك تقرير كان في متنه: تجددت التظاهرات في محافظتي النجف وواسط جنوب العراق للمطالبة بإقالة مسؤولين محليين وتجمع ومحاسبة قتلة المتظاهرين. تجمع متظاهرو النجف بالقرب من مبنى المحافظة، وقاموا بقطع عدد من الطرق من خلال حرق إطارات السيارات، مجددين مطالبتهم بإقالة المحافظ لؤي الياسري ومسؤولين آخرين فشلوا في إدارة المحافظة. تظاهرات النجف وواسط وحراك لاختيار محافظ ذي قار
وثورة جديدة على المحافظين الفاسدين. طالب المحتجون بمحاسبة القوات التي تقوم بقمع التظاهرات وتسببت بمقتل وإصابة متظاهرين، موضحين أن ممارسات الأمن العراقي لن تثنيهم عن مواصلة حراكهم السلمي. وأطلقت قوة أمنية تجمعت في محيط مبنى محافظة النجف قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم. وشهدت ساحة التظاهر في مدينة الكوت مركز محافظة واسط تجمعاً لمتظاهرين جددوا المطالبة بإقالة الحكومة المحلية ومحاسبة المتورطين بقتل واختطاف المتظاهرين. كذلك أصدر متظاهرو الكوت بياناً رفضوا فيه الحراك البرلماني لتشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية يتيح وجود فقهاء بالشريعة في المحكمة، مطالبين مجلس النواب بعدم تشريع القانون والعودة إلى تعديل قانون المحكمة الاتحادية السابق، وحذروا من وجود ما وصفوها بالطبخة السياسية الفاسدة لتمرير قانون المحكمة الاتحادية، دعينا إلى عدم ربط قضية المحكمة بالصفقات بين القوى السياسية. وفي شأن متعلق بالاحتجاجات، عقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظم اجتماعا مع أعضاء البرلمان عن محافظة ذي قار لاختيار محافظ جديد للمحافظة والتي أرغم محافظها السابق ناظم الوائلي على الاستقالة من منصبه الشهر الماضي على وقع الاحتجاجات الشعبية، ليتم بعد ذلك تكليف رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي بمنصب المحافظ حتى اختيار شخصية جديدة تكون مقبولة من قبل المتظاهرين لإدارة ذي قار. وفي صحيفة عربي 21 وجدنا مقالا كتبه الكاتب حسين عبد العزيز، كان نصه: معادة الأدوات العسكرية الروسية ذات فائدة في تحصيل مكتسبات سياسية أو اقتصادية في سوريا، بعدما نجحت الولايات المتحدة في فصل المستويين العسكري والسياسي عن بعضهما البعض، فالحرب ليست امتدادا للسياسة في الحالة السورية. أدرك الروس هذه المعادلة تماما منذ عام 2017، وبدأوا على إثر ذلك بالانخراط في الملف السياسي ضمن مسارات فرعية بعيدة عن جنيف وإن حملت عناوينها العريضة. منذ نحو عامين تجتهد الدبلوماسية الروسية في الساحة العربية باعتبارها الساحة الرخوة من أجل دفع بعض الدول للانفتاح سياسياً على دمشق، وقد وجدت موسكو في الإمارات شريكاً حقيقياً في هذه المسألة ومتقدماً عن باقي الدول العربية الراغبة في عودة سوريا إلى الجامعة العربية. ومع أن الإمارات فتحت سفارة لها في دمشق، إلا أن الضغوط الأمريكية أفرغت الخطوة من معناها وألجمت دولاً أخرى عن المضي قدماً في هذا الاتجاه. لم يسمع لافروف كلاماً مريحاً في الدوحة لا من وزير الخارجية القطري ولا من وزير الخارجية التركي، فالأول أكد أن الأسباب التي أدت إلى تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية ما تزال قائمة، والثاني أكد أن الانفتاح على النظام السوري سيشجعه على المضي قدماً في الاستبداد والتعنت السياسي وعدم تقديم تنازلات سياسية لحل العقدة السورية. يعتبر الموقف القطري متقدماً جداً على الموقفين الأمريكي والأوروبي، فلن تقبل الدوحة بإعادة سوريا إلى الجامعة العربية أو فتح علاقات دبلوماسية معها إلا بعد إزالة الأسباب التي أدت إلى تعليق عضويتها. بعبارة أخرى، لا يتعلق الأمر فقط بقبول النظام بالعملية السياسية ولا بتقديمه بعض التنازلات السياسية، إنما يتعلق الأمر بإنهاء حالة الاستبداد والعنف ضد المجتمع السوري. وبهذا المعنى فإن المقاربة القطرية مبنية على أن الانفتاح نحو النظام يجب أن يكون في نهاية العملية السياسية لا في بدايتها. أرسلت أداة سوبركام العلمية التابعة للروبوت الجوال بريزيفيرنس العناصر التحليلية الأولى لصخور المريخ التي هبطت المركبة على سطحه قبل 3 أسابيع، على ما أعلن مسؤول المهمة الأربعاء، مؤكدين أن الكاميرا الفائقة التطور في صحة جيدة جدا.
وكانت الأداة التي صممها الفرنسيون وتهدف إلى توفير معطيات عن التركيب الكيميائي والمعدني لسطح الكوكب الأحمر بحثاً عن آثار حياة سابقة عليه. أرسلت بياناتها الأولى في اليوم التالي لهبوط العربة الجوالة في 18 من شباط فبراير. وقال أحد مصممي سوبركار المسؤول العلمي في معهد بحوث الفيزياء الفلكية وعلم الكواكب سيلفستر موريس خلال مؤتمر صحفي عبر يوتيوب إن هذه النتائج الأولى تشكل دليلاً على أن الأداة بصحة جيدة جداً. وتولت العالمة في البعثة ناومي مردوخ تشغيل الأصوات التي تسجل للمرة الأولى على سطح المريخ بواسطة هذه الآلة، بعدما كانت وكالة ناسا بثت أول تسجيل لرياح المريخ بعد وقت قصير من هبوط المركبة. مشاهدينا الكرام، لنتابع معا بعض صور الكاريكاتير التي اخترناها لكم من صحف اليوم. بهذا نصل لختام حلقة اليوم من برنامج صدى الأقلام. نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة، وإلى اللقاء.